عايزه اقول لكم على حاجه حلوه فنيه جدا. الكينج محمد منير، محمد منير كان متالق الحقيقه في حفله الاسكندريه، وحفله جميله وجمهوره المتنوع واغاني محمد منير. محمد منير ده مشروع غنائي رائع يعني، واغنيات منير انت لما تسمعها حاجه غريبه جدا. احيانا يعني ممكن يكون الاغنيات دي تحس انها تكتب لحبيبه، ولكن انت تلاقي وانت بتسمعها ان الحبيبه كانها مصر، فما بتبقاش عارف هو منير بيغني لحبيبه حقيقيه يعني عشيقه وحبيبه، ولا هو بيغني لمصر. فطول الوقت اغانيه الحقيقه بكلمات راقيه ومزيكا حلوه، مشروع جميل. الكينج محمد منير الحقيقه طرح احدث اعماله الغنائيه ليلي، والاغنيه دي كتبها ولحنها النجم اكرم حسني. وهنا اكرم حسني راح لمرحله مختلفه تماما، مش بس بيعمل لنفسه، لكن انه يكون في تعاون مع اسم زي محمد منير، ده تعاون كبير جدا، والحقيقة أثمر عن كليب حلو. الفيديو اللي موجود بيستعرض ذكريات مشوار الكينج محمد منير، واستعانوا في الكليب، استعانوا طبعا الكينج موجود، ولكن استعانوا بثمان أشخاص شبهه يعني، أو شباب فعلا شبهوا فيهم، نفس الروح، نفس الحركات، نفس الأداء، وكأن التاريخ عاد يعني. لما تشوف الحركات الشهيرة بتاعتهم تحس إن ده محمد منير اللي أنت شفته في بدايته مع السبعينات. طبعا ده راجع للمخرجة، دي مخرجة مبدعة، الصورة حلوة جدا، الشباب شكلهم حلو، الفكرة جديدة، الكليب رائع ولطيف، والحركة والرأس والإفكتس وتقطيع المونتاج كله فيه أفكار رائعة. وأنا سعيدة جدا بالمخرجة اللي عاملة طبعا الفيديو ده، وهو من إخراج مريم البجوري. الغنى حلو، منير حلو. خليني أخد المخرجة المبدعة مريم البجوري. مساء الخير يا مريم. مساء النور. أنا سعيدة جدا بالكليب، كليب حلو قوي، التصوير حلو قوي، الفكرة حلوة. قولي لي الأول الفكرة جت إزاي؟ والله بصي، احنا مبسوطين كلنا قوي بالفيدباك اللي جاي لنا طبعا، وان كل الناس حباه، بس هي الفكرة دي ليها بقى قصة طويلة يعني. لما جه أكرم وعدير الجرحي كلموني على الست، كان اوريدي قعدوا فكروا مع أحمد بيسيري مدير التصوير، وكان بيسيري قال لهم يا جماعة في ناس كتير قوي بتحب منير وبتقلده وشبهه، فليه ما نعملش حاجة ريليتد للناس دي. صحيح. فلما كلموني قبل الفكرة قلت لهم يا جماعة الموضوع أكبر من كده بكتير يعني. الكينج هو لسن، هو حاجة تحس إنك عايزة تحطيها في متحف، ومن هنا تيجي لي كل الأفكار اللي بعد كده. حسيت إن أنا عايزة أعمل باليت كبيرة بروح النوبي بتاعنا، بروح الكلتشر المصري، بألواننا الحلوة، في نفس الوقت الرقصات اللي ما تبقاش، مش عايزه اقول مبتذله، بس في نفس الوقت لا بالعكس، انت يا مريم عامله، انا بتفرج على رقي شديد في الملابس، في الحركه، في الاداء. حاسه يعني انا اقول لك انطباعي، احنا بنشوف الكواليس معاكي وطبعا بذلتي مجهود، بس انا انطباعي عارفه من غير ما تقولي، انا حاسه انك وديتيني النوبه، وديتيني اسوان، وديتيني جنوب مصر، النيل، الجداريات، الحجر، الملابس، العادات والتقاليد، يعني الحاله حلوه جدا. والله انا حبيت اقول ان 2022 النوبه فيها لسه موجودين، بس مختلفين ومور مودرن، وفي نفس الوقت روحهم هي يعني. عارفه الاحساس الاول في الاغنيه لما فكرنا ان احنا نعمل، لما انا قلت لاكرم وعدير يلا نعمل متحف، كانوا كلهم متحمسين، وقلنا يلا، واكرم قال لي يلا نحط اسقاطات على كل تاريخ منير. صحيح. عايزه اقول لك ما بقناش عارفين نحط ايه ولا ايه. ما هو منير اصله لسه بقول مشروع غنائي، انت ما بتبقيش عارفه المشروع ده كله اغنيات حلوه. طب انا عايزه اقول لك، اولا قيادة الثمانية دول اللي هم فيهم روح منير، وكأنك بتعرضي مراحل منير من خلالهم، وقد إيه أثر في الأجيال دي كلها يعني. الثمانية دول حسسوني بأنه حركات منير العفوية، حركاته الجسدية العفوية بقت هي ترند يعني، بقت هي. خليني أقول لك إن الثمانية دول هم بجد في الحقيقة أكتر من 50 بني آدم. بس إحنا ما كناش قادرين نجيب الكل. بس فعلا في ناس اسمها منايرة، هم مسمين نفسهم منايرة ريليتد لمنير. أيوة. منايرة. بيتكلموا زيه، بيتحركوا زيه، فيهم روح، كل حلمهم ان هم بس يشوفوه. صحيح.
احنا ما كناش محتاجين قوي نعمل حاجه غير ان احنا نحفظهم الاغنيه ونوقفهم يغنوا. انتوا ما كنتوش محتاجين ان انتوا تبقوا في وسط المنايره يعني. طب الفكره بقى لما اتعرضت على منير يعني ازاي هو شافها كمان؟ لا هو كان متحمس قوي، هو كان حابب قوي وجودهم على فكره، حتى يعني كان حابب وجودهم اكتر من وجوده. فهو تحسي كده بروح عظيمه وانت بتكلميه. انبسط قوي بفكره ان احنا هنعمل متحف صغنطوط كده في الانترو بتاع الاغنيه. وكان حابب ان الاغنيه كلها بالروح النوبي. النوبي بتاع دلوقتي بتاع 2022 طبعا. وحلو حلو اللقطه اللي انتوا اخدتوا فيها منير دي بقى، اللي هو قاعد في المتحف برضو فيها كده اسقاط بانه يعني هو رمز كبير لمشوار كبير لاغنيه حلوه، فده برضو مديله حلو. كمان اعتقد اللي ساعدك ان الاغنيه شرقيه، يعني فيها مقسوم، فيها جزء طبعاً نوبي، فيها لحن حلو من حي جداً. كلاما يعني حلو جدا لاكرم حسني، ولحنا كمان لايق على محمد منير، على الكينج طبعا يعني. طبعا لا لا الاغنيه حلوه قوي، من اول مره سمعتها وانا حسيت ان هي يعني ايه الحلاوه دي يا اكرم. طب انا عايز اسالك، في الكواليس هنا في رقصات حلوه جدا، بس يبدو دي هل ده كان تدريب ولا في حاجات ما اتخدتش يعني؟ لا 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 طبعا كان معانا مدربه راقصين اسمها خديجه. خديجه شاطره ومن التوب 1 في ايجيبت يعني، وكانت بتدربهم، وعملنا اكتر من اربع خمس بروفات للناس دي كلها. حتى منايره كانوا بييجوا يعني، حتى كل الناس الولاد اللي معانا اللي كانوا بيغنوا منير وشبه منير بحركات، وكانوا بييجوا بيحضروا الرقصات. هم مش معقول انت هنا جايبه الكاميرا يعني في الكواليس الثمان منايره يعني كلهم عاملين نفس الحركات، بس فيهم واحد فيهم واحد تحديدا وكانه منير من بعيد، اللي كان لابس ازرق يعني قريب قوي كمان من الشكل يعني. عايز اقول لك ان ده كان حلم حياته من الطفوله، ان هو بس يتصور مع الكينج. طبعا حلمه. شوفي قد ايه لما يبقى فنان كبير وناجح ياثر مش في جيل واحد، في اجيال يعني. المنايرة دول جيل حديث جدا يعني، صغيرين في السن، فده النجاح يعني. صح. ده النجاح يعني، نجاح كبير يعني. صح. اخترتي كمان البنات بنفس الشكل يعني، بعيدا عن المنايرة بقى وهم يعني شكل منير، لكن كمان البنات هم شبه الطبيعة فيهم النوبية، فيهم روح. فيهم روح، وده اللي كنا البنت فيه. النوبية الحديثة. فسنت على فكرة نوبية حقيقية، فسنت من النوبة فعلا، فسنت اللي هي المين مود المين جيرل اللي هي ترقص بالنار وكده، هي فعلا من النوبة، وهي شاطرة قوي، وكانت سعيدة جدا جدا ان هي جزء صغير من كليب منير. فعلا. خدي بالك يا مريم، لما الواحد بيروح النوبه، هي النوبه كلها بتغني وبترقص يعني، هم عاده طول الوقت بيغنوا، هم شعب جميل. لكن كمان وجود منير بالنسبه لهم يعني هو رمز كبير جدا يعني بشكل طبعا. كبير. لما والله رمز كبير قوي لينا كلنا كلنا بصراحه، والاغنيه حلوه جدا. واحنا شوف، هل بقى يعني انت كنت خلصتي المونتاج نفسه يعني، الفكره بقى بتقطيع المشهد انت كمان عملتي ماسك، ما اعرفش كنت قصداه ولا لا، هي فكره التوازي ان الولد زي البنت يعني، انا عجبتني قوي، ما اعرفش انا فهمتها كده يعني. انا كنت عامله ديكوباج يعني، لو رجعنا لها تاني نشوف حد مخرجنا عمرو يرجعنا ليها تاني، فكره القطع في الاغنيه اللي بيرقصوا بيكملوا بعض. يعني انا عجبتني الفكره، اتحرك ومبسوطين بالشط. وبصراحه يعني احمد بشيري كان يعني بيعمل شويه شطات تخلي الواحد يقول له الله بقى، مش بس المزيكا حلوه، أكيد. لا ده كمان شطات حلوه. فالحمد لله احنا كنا كرو كلنا حابين اللي بنعمله قوي، فوصل بنتيجه كويسه. اكيد. انا بحييكي يا مريم على عينك الحلوه والابداع والرقي اللي اخرجتي بيه الكليب والفكره الحلوه، وطبعا بنحيي اكرم حسني على اللحن والكلمات. بشكرك يا مريم، شكرا جزيلا، ودايما كده تقدم لنا حاجات حلوه وافكار حلوه. مريم الباجوري مخرجه كليب ليلي للنجم والكينج محمد منير، وده احدث الكليبات. طبعا محمد منير طول الوقت يعني لازم طول الوقت نقول انه هو شبه مصر باغانيه الحلوه. Yeah.